سي بيك. لك يا سيدي بيك، هذا الحكي اللي عم تقوله أكيد لما ماله أكيد. طبعاً شا غازي بيك عم يحكي معك، بكرة وبعد بكرة بيكون الذهبات معك. ايوه، لأنه يعني بيني وبينك شفت لك عزت أفندي ماله تمام، متوخوش يعني خطوة لورا وخطوة لقدام. طب هنجا وعك يكون ناوي يغير فكره؟ ها لا، ما ظنيت بده يغير فكره، لأنه بكرة بس يشوف الذهبات عم تنطق قدام منه ذهبة ذهبة، إيه علي الحلال لتشط ريالته، وبيجوز يطالعك بنفس الليلة. لك هذا واحد بلا موطي أنا اللي بعرفه. استنى خبر من تركي، بكرة أو بعد بكرة بيحكي معك. على رأسي يا غازي بيك. يا لطيفة، قديش النطرة صعبة. خايفة؟ خالتي غازي قال لك انه هو بريء من دم اخي. طيب ما سألتي حالك مين له مصلحة يقتله؟ مو هذا المهم هلا. فارس راح لرحمة ربه وما بقى يرجع. طيب وإذا لا سمح الله بشي يوم من الأيام عرفنا إنه غازي هو اللي قتل فارس؟ ساعتها بقتله بإيدي. طيب مين له مصلحة بقتل فارس؟ ما بعرف. ما هيك خليني أعيش بحسرة هذا السؤال كل عمري، أحسن ما أبعد أخي على المجنة وهو ما رسم. هاي الذهبات امتى بدك تهرب غازي بيك من الحبس؟ اليوم ما عاد نلحق، عزت افندي بيكون صار بالبيت. بكره الصبح بناوله الذهبات وباخذ غازي بيك بالليل بوصله لاول الربوي. اسمع يا شاويش طبنجة، غازي بيك قال لي انه امن لك، بس انا بعمري ما امنت لك ولا رح امن لك. علي الحلال إذا بتغدر فينا نيعك بخلع لآخر العمر بدي ضل لاحقك. لك الله يسامحك، بكرة بس تشوف غازي بيك واقف قدام منا رح يكون إلنا حديث تاني. هات الدابة خاطره الفخامه.